يا عافيد يا ناصر يا وكيل يا الله يا عافيد يا ناصر يا وكيل يا الله يا حي يا قيوم برحمتك استغيث يا حي يا قيوم برحمتك استغيث يا بي يا عليم يا خبير يا مبين يا عليم يا خبير يا مبين يا هادي يا عليم يا خبير يا مبين يا لطيف 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 يا يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين سيولي ليلنا ولكم الفاتحة ثم إلى أرواح مشايخ القدر يا من قشب يا من دروك وإلى أرواح شدادنا وحب على وجين وأولياء الكائن وجماعين وإلى أرواح مشايخين ومشايخهم وعلماء من بدل الصالحين شيخ لليلنا ولهم الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين خصوصا إلى روح القدب رباني والحيك المشهد وسلم عداني والغوث النوراني سيدنا شيخ عبد القدر الجيلاني وما سي وأزواجي وذرياتي وآل بيتي أجمعين وإلى روح سيدنا شيخ جعفر بن قسن بن عبد القدر برزنجي وإلى روح شوقياتي إلى واتفات العالية والماسر الشانية سيدنا شيخ محمد قسم الحاقي وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات في جميع الجهات وإلى صحابتي الحاجة وآل بيتي وعواني أجمعين ووصول وفروعهم قال أن يشهد الشهد بالقبول بخصوص العمل من شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم وببركات الجيلان وبرزنج والإسحاق شيء لليلنا ولهم الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بكامل الشريعة وخالص الدين وهال جيد رسالته بباهر الخوارج وأيده بكماد الأصحاب المهتدين فقص من شاء من أتباع ملته برقي الله أوج المعارف والحقائق وفاض عليهم من بؤور المواهب لدنيا طرابا لطيب الصورك والرقائق واصبحوا أداة الأمة وقادتها إلى العزيز العليم
سالكين بعباد الله تعالى من سبل الإرشاد على صراط المستقيم وآل الله عليهم وعليهم ساقي الصلوات والتسليم ووافقنا الاقتداء بهداه والاقتداء بآثارهم واكتفاء بمسكات أنوارهم في حذر الجهل البهيم ما عطرت مناقب معاد أسماء الواعية ويطليت أيها الفضائل فكانت إلى نهوض إلا الله داعية أما بعد فيقول المنذر إلى فرد الكريم المنجي يغفر بن وسن العبد الكريم برجنجي هذه نبتة من أهل كتب رباني والغوث الصمدان سلطان الأولياء العارفين وإمام العلماء السالكين النائل من بحر حقيقة والغارفين السيد الشريف والسند العذريب العزيز النسيب ذي المقام الأعلى والنادي الرحيم السيد الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه الفاتحة. بلغ الله تعالى بالنفس القوي رحب جنة قرب والأمان وعد نظمت ومن فرائد عمل وقوله إذا تسنف بدرار السماء حاضرين عند عمل مهمه وحوله إن ضغمت من كالفة رباب طريقة تملأوا في عدر سيئة كتاب محمد ومحبة وثيقة كسي عبد الوهاب الشعراني الذي لا حله الفلاح وسراج دمشق يساق بكتاب التاج الأرواح رغبة في نسر أهوالكما دمفات المناكب الأخيار واستمسالا للصيب رحمة والبركات الغسال إذ ابتدت بوابات السماوات العلية يتنأل من قديرة القدس صحوب الفيوضات الإلهية كفصلت بمسائط من آل تراضيعا وطلب الإمداد بأسراره فليجهل بذكره الحاضرون عند الملك إليه في أهباري وسميته باللجين الداني في ذر نبات مناكب كتب رباني سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه الفاتحة. وقول والشيخ الكامل والجبد الواسل ذو المقامة العليا الشريفة فالأقدم راشقة فتمكن التام أول المنيفة والكمالات الشامخة القلب رباني والنور السادي والبرهاني والأيقل الصمداني والغوث النوراني وهو أبو محمد عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه الفاتحة. ابن أبي الصالح موسى جنكي دوسن وقيل جنك دوسن ابن عبد الله بن يحيى سيد ابن عبد الله بن داود أبو موسى بن عبد الله ابن موسى جن عبد الله المعد ابن حسن موسى بن حسن سبط ابن ابن أبي طالب ابن فاطمة الزهراء البتول بنت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الرسول نسب كان علي من شمس ضحى نورا ومن فلك الصباح عمودا نسب له في وجه دملة منعت ملائكة السماء سجودا نسب كتب الله فأجد في مدحه من دايروم جهودا اللهم
فانصرنا فآت رضوان عليه وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديه. بسم الله الرحمن الرحيم. فريد رضي الله عنه بتلان يا ابن فرقات من فرائط فرسان في سنة إتبع سبقنا وارفع إيمئة وكان لفي طفل يدي أمتن من رمضان في نهار رمضان إن آيات من الله تعالى بي ولما ضرر وسر إلى طلب العلوم وقصة قدر من فضل عليم ومد يده إلى الفضائل وكان أسرع من خطف الظليم فتفقى بأبي الوفاء علي بن عقيل وأبي الغطاب الكلمدات المحمود بن أحمد الجليل وأبي الكسان محمد بن القاضي أبي يالا وغيره من الناس على رئيس العلوم وقد جل وقرأ على تبع على أبي جكر يحيى بن علي تبريز وتبس من أي وكتب أياس أخذ الغلمان طريقة عن العريف بالله شيخ في الخير أحمد بن مسلم الدباس ولا في سبيات القاضي أبي شاهد البراك الكرفات الشريفات الصوفية وذات تبي أباد أدبه الوافية ولم يد الملك ذات الجنايات ربانية ولا يجلس على حدث قد ولم يسأل الإجتهاد بو حتى دركه الله الحال وأنا ونور المصال وبدت له أنوار الجمال وخرج على وجه الوجه لا يعي غير ما وفي ويتدار بالتهرس والجنون حتى كمل إلى مرستان مرض إلى أن استمر أمره وفاق أهل عسره الموام الوسود ومعرفة وريشة وريشة وقبول وطرسيت وسار ذكر مسير سمت أحكي أنه جتم له مئة فقيم من علماء بغداد وجمع كل بيت منهم إذا تمسائل وجاءوا إليه ليمتحنوا ولم استقر ودرك الشيخ فظهرت من صدري بارقة من نور فمرت على صدري مئة فقيم فمحت ما في قلوبهم وبهدوا واضربوا صيحة والشيطة واحدة ومسكوا ثيابهم وكشفوا رؤوسهم ثم صعد الشيخ على كرسي وجاب عن جميع مشائلهم وانضربوا بفضله وغدوا له من ذلك البغض وكان رضي الله عنه يقرأ في 13 علما التفسير والحديث والخلاف والأصول والنحو والقراءة وغير ذلك وكان يفتي على مذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنهما وكان علماء العراق يعجبون من فتواه ويقولون سبحان من أمضى ورفع إليه مرة سؤال الأنشاد العلماء عن جوابه شرطه رجل غلف من طلاق الثلاث أنه لابد أن يمد الله تعالى عبادة ينفرد بها دون الخلائق أجمعين في ذلك الوقت وما خلاشه وقال رضي الله عنه على الأخفور خلاشه أن يأتي من قد المحرم ويخلي المطاف له فيطوف أسبوعا واحدا وتنحل يمينه فلله داره رضي الله عنه اللهم انصر نفهات رضوان عليه وأمتنا بالأسرار التي أودعتها لديه بسم الله الرحمن الرحيم وكان يلبس لباس العلماء ويتدلس ويركب البغلة وترفع الغوصية
وإذا تكلم جلس على الكرسي عال وكان في قلمه سوعة وجار وربما خط في الهواء على رؤوس الأجهاد ثم يرجع إلى الكرسي وإن كان وقت كل مأمورا بالدعاء قال خدمه الشيخ أبو عبد الله محمد بن عبد الله فتح الأخروي ختمت شيخ عبد القادر رضي الله عنه الفاتحة. مدة 40 سنة وكان يصلي الصبح بدون العشاء وهذه المدة كلها وكان إذا أتى سجدة في وقت الوضوء وصلى ركعتين وكان إذا صلى العشاء دخل خلوته ولا يمكن أحد أن يدخله خلاها وما ولا يفتقها ولا يرجع منها إلا عند طلوع الفجر ولقد الخليفة مرر بالليل ويقصد الأسد مع به فلا يقدر على ذلك وقال ابن أبي الفتح بد ليلة عنده فرأيت يصلي أول الليل يسيرا ثم يدبر الله تعالى إلى يوم الشجر من الليل ثم يقول المحيط رب الشهيد الخسيب الفعال الخلاق الخليق البريء بريء المشور تشهد الفات ويندفع في الهواء لا يغيب عن بشري ثم يصلي قائما على قدميه يزل القران الى اي ذهب سلساني وكان يدل سجوده جدا ثم يجلس متوجها مراقبا الى طلوع الفجر ثم يخذ في الابتهال والدعاء ودد يشرف نور يكاد يطوف بالبشر الى يغيب قال وقد أسمع عنده سلام عليكم سلام عليكم وهو يرد السلام إلى أن يخرج لصلاة الفجر وكان رضي الله عنه يقول لا ينبغي لفقير أن يتشدد ويتشدد لإرشاد الناس إلى أن أعطى الله تعالى علم العلماء وإشهاد الموقف وكلمة الحكماء قال ورفع إليه مرد ونسى شهني دعا أنه يرى الله تعالى بعين الرشي وقال له أخاك ما يقول عنك فقال نعم قال فجزره ودغره وعده على ألا يعود إلى ذكر ذلك يوم دفت الشيخ إلى الغدر نشائلين له مخبر هذا مبدل وقال هو مخير في قولي متبسل عليه وذلك أنه شاهد من بشيرة نور الجمال ثم خرج من بشيرة منفض فرأى بشره بشيرة وشعره متشعاؤها متصل بنور شهودي ودأن أن بشره رأى مسجد بشيرة وإنما رأى نور بشيرة وقد وهو لا يدري ودرهما العلماء وشفية من شمع ذلك قلم ودوشه قال وذكر أنه يرى له مرض من المرض نور عظيم نطف لفقه فبدا له في ذلك نور سورة ونادى يا عبد القادر رضي الله عنه الفاتحة. أنا ربك وقد أبنك محرمت فقلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إيش يلغين قل ويدا بذلك نور ظلم وشرخ الدخان ثم شرخ يا عبد القادر رضي الله عنه الفاتحة.
لا جد من بعلمك في ربك وفيك فيك من منازلك ولقد ضللت بمثل هذه الوكيات سبعين من أهل طريق فقلت لبطل من منا وكل الشيخ بما عرفت أنه شيطان وقال من قول يبهد لك محرمات فعلمت أن الله تعالى لا يأمر في الفساء فهو الذي صاغ له فلك يا شيخ احمد يسعي ترديد الخاطر في سوق سلطان فقال له يا ابا المظفر ابدا بعبد القادر رضي الله عن الفاتحه فإنه مهبوب ولو صلى فيك سما شرط مرة حتى جل ما قدر عليك من القتل يقضد مناما ومن الفقريان نسيانا وجاء إلى الشيء عبد القادر رضي الله عن الفاتحة فقال له ابتداء قال الشيخ محمد إنني صلت الله فيك سما شرط مرة وعزة المعبود لقد صلت الله تعالى فيك سما شرط وسما شرط مرة ثم سبعين مرة حتى كان ما ذكره ومن كرامتي أيضا الشيخ علي الهيدي والشريف عبد الله بن محمد أبا الغنم الحسني رحمهما الله تعالى دخل دار الشيخ قدس الله سره فوجد إنسان شابا ملقا على كفاه فقال الشيخ علي الذي رضي الله عنه يا سيدي اشفع لدى الشيخ فلما ذكره له وابه له بقول قد فهمته له فخرج الى رجل الملقى وعرفه بذلك فقام رجل واخرج من قواده في دلس وضره في الهوى فرجع الى الشيخ رضي الله عنه وسالوا عن حال الرجل فقال اين امر في الهوى وقال في نفسي ان بدات ب ما في بغداد مسلم المحالة ولولا الشيء علي ما رددته له ومن كرامتي أيضا أن الشيخ أبا الحسن المعروف بابن دندنة البدد رحمه الله تعالى قال أفدي الشيخ عبد القادر رضي الله عن الفاتحة قدس الله سرا ونورضنيها كنت أشتغل بالعلم وأصير سرا درب حجة الله فخرج لدى من داري في صفر سنة 53 فناولت بريكا ولم يأخذه وقصد باب المرشد وشر إليه فانفضها وخرج وخرجت خلفه ونقل في نفسي إنه لا يشعر بي ثم الخلق ثم باب المدينة كذلك ثم مشى غير بعيد فإذا نادوا ببلدة لا أعرفها ودخل مكانا قريبا فإذا في ستة من جالقون فلما رأوا الشيخ عظم وبدر بسلام إليه والتجد إلى سارية فسمعت أن إن من ذلك المكان ثم بعد ياسين سكن ذلك الأنين ثم دخل رجل إلى تلك الجهة التي فيها الأنين وخرج يحمل رجل من ذلك الجانب ودخل شاش منشور طويل الشارب فوقف بين يدي الشيخ فأخذ عليه الدم الشهادتين وقص رأسه وشربه ولبسه طاقية وسماه محمدا وقال اجتهد كمرت ان يكون هذا بدلا عن الميت فقالوا سما وضعا ثم خرج ودركه وخرج دمعه ومشينا غير بعيد فاذا نحن الى باب بغداد فانفتك ولي مره ثم اتى باب المدرسه كذلك ودخل الدار ثم في الغد جلد بين يدي اقرا ومنتني هيبته فقال يا بني اقرا ولا عليك فاقسمت عليه ان يبين لما رايت بالامس فقال ما البلد ونهوال واما سدد وهم الابد الجبا واما صاحب لني فسبيهم كان مريضا فلما حاض الوفاة جد الوفاة وأما الذي همل ولا غديك وابن عباس الوزير عليه السلام أخذه ليتولى أمره وأما الذي أخد عليه عهد نصراني من القسطنطينية أمرت أن يكون عوضا للمتوفى وهو الآن منهم قال أبو الحسن
وأخذ عليه العهد لو حدث بذلك لأحد من محيا وقال أن من الشنشر في هيادي. وذكر الشيخ عبد الله الموصلي أن الإمام المستجل بالأيام المظافر يوسف جاء إلى الشيخ قدس الله سره وسلم عليه واستوصاه ووضع بين يدي مالا في عشرة أياس يحمل عشرة من الخدام. فرد الشيخ أبا الهوليود إلى أبلها ولا على الشيء فأخذ الشيخ كسين منها في يدي وهما خير الناس وأسرهما وعصرهما وسال دما. فقال الشيخ الخليفة أما تستهي من الله تعالى أن تأخذ دم نسبتك بالأنيبي. فخشي الخليفة في الحال وقال الشيخ أجد المعبود لولا حرمة الصليب رسول الله صلى الله عليه وسلم لدرك دم يجري لمعزلي. قال عبد الله المذكور والشهيد الخليفة دايده يوما فقال للشيخ أريد شيئا من الكرامة دلت من قلبي. قال وما تريد؟ قال تفهم من الغيب ولم يكن أوانه بالغيران. فمد الشيخ يده في الهواء فإذا فيها تفاهدان فناولوا إيدهما وكسر الشيخ التي في يدي فإذا هي بيضاء تفوق منها رائحة المسك. وقص الخليفة الأخرى فإذا فيها دودة فقال ما هذه والذي بيدك ما ترى أو قال كما أرى؟ قال شيب المظافر هذه لمستها يد الظالم ودودت كما ترى وهذه لمستها يد اليد وطابت وقد قدمت قصة فخي الذي جاء بالخليفة لشيء وكرمته أكثر من أن تنصى وأعظمه من أن تقصى رضي الله عنه وعلى برضا الرفيع وأمدنا بمدد الوسع. اللهم انشرنا بهذه الرضوان عليه وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديه. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان رضي الله عنه يقول وهو من باب التحدث بالنعمة لقوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث ما مر مسلم على باب المدرسة إلا خفف الله عنه عذاب يوم القيامة وأخبر أن يسوع يسيغ في قبري فمضى إليه فقال إن هذا زارني مرض ولابد أن يرحمه الله تعالى فلم يسمع له بعد ذلك سرى وكان رضي الله عنه عثر حسين الحلاج عثرة فلم يكن في زمن من يأخذ بيدي ولو كنت من زمن لأخذ بيدي وأنا لكل من عثر مركوج من جميع أصحابي ومريدي ومحبينا يوم القيامة أخذوا بيدي كل ما عثر حيا وميتا فإن فرس مسرج وروي منصوب وسيف مشهور وقوس موتور حفظي مريدي وهو غافل. وقال رضي الله عنه أنا نار الله الموقدة أنا سلاب الأوال أنا بار بلا ساهل أنا المنفوذ أنا الملحون يا سوام يا كوام. يا أهل الجبال تك جبالكم يا أهل السوام ودامت سوامكم أقبلوا إلا أمري من أمور الله يا رجال يا أبطال يا أطفال هلموا إلي واخذوا عن البر الذي لا ساهل له. يا عزيز أنت واجد في السماء وأنا واجد في الأرض ويقال لي بين الليل والنهار 70 مرة
وأنا خذرتك لنفسي ويقال لي أيضا 70 مرة ولتصنع على عيني وعزة ربي للسعداء والأسكياء يعرضون علي ويقفون لدي وإن نوراني في لوح المحفوظ المقيم أنا غائص في مريم القديم أنا حجة الله عليكم يوم العرض أنا نائب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووارده يقال يا عبد القادر رضي الله عن الفاتحة. تكلم يسمى منك قال الشيخ عبد القادر رضي الله عن الفاتحة. والله ما شربت حتى كيل لي عبد القادر رضي الله عن الفاتحة. بحكي عليك الشرف ما أكلت حتى كيل لي بحكي عليك كل وأمنتك من ردى تجي سنة تسلم علي وتخبرني بما يجري فيها وقد الشهر وقد الأسبوع وقد اليوم وقال مرة على القسي إذا سألتم الله تعالى فاسألوه بي وكان رضي الله عن أسمر اللون مكرون الحاجبين عرض اليدي طويلة عرض الصدر نقف البدن ربع القامة جوهر السعودي ويا السعودي سريع دمه شديد الخشية كثير عباد مجاب الدعوة كريم الأخلاق طيب الأقراك أبعد الناس عن الفش وقربوا إلى الحق شديد الباس إذا انتهر كما حرم الله عز وجل لا يغضب لنفسي ولا ينصر لغير ربي ولا يرد السائل ولو بأحد ثوبيه وكان توفيق رائدا وتأييد معارضا والعلم مهذبا والكرم مؤيدا والمؤرد غنزا والمعرفة غرزا والختام مسيرة واللفظ سفيرة والأنس نديمة والبس نسيمة والصدق راية والفتح بضاعة والعلم ضيعة والذكر سميرة والمكاشفة غذاء والمشاهدة شفاء وأدب الشريعة ظاهرة وأوصاف الحقيقة سرائرة قد مدود والموافقة مع دبر من الحول وقوة وطريقه تجريد توحيد وتوحيد تفريد مع الحضور في موقف العبودية بشر قائم في عمق في العبودية لا بشيء ولا لشيء وكانت عبودية مستمدة من ملك أمام ربوبية وهو عمد سمع مصاحبة تفريقة إلى مرافقة جم مع لزمه كام الشريعة وفضائله رضي الله عنه كثيرة وأحمل أثر من شمس ظهيرة وكانت وفاته دمت علينا بركة يوم الحادي عشر من سنة ربي ثاني سنة 62 وعمره 91 سنة ودفن به بغداد وقبره ظاهر يسار ويقصد من سائر أقدار رضي الله عنه ونفعنا به أجمعين اللهم آمين اللهم آمين اللهم انصرنا فعاد الرضوان عليه وامدنا بالاسرار التي اعطانا لديه بسم الله الرحمن الرحيم
سنبها مارة وذم ما تمنى به وقصد له فالنرب إلى الله إذا لاك فلبديال ونتبسلوا بها بنتائج ربا بأدباق الهوالي فنقول بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك بأن فجاد العرب الأكبر واسر الأدهر على بارس محمد صاحب الإدلال على الفشاد عندي وبالسالكين على منازل أنبر والمغترفين من المعرفة العظم تخر أندمت نبيتي بأنفاسهم وبطني لنا من ثمار براسهم يا أيها الأرواح المقدسة يا خدم يا قدم يا إمامان يا عداد يا عبد يا رقباء يا مجباء يا مجباء يا الأخ الرحم يا الأخلاق يا السلامة يا العلم يا البدر يا الجنان الأدب يا لطيفان يا يسف الجامع يا الأنفاس يا رب المشهادة يا الأقباد العاصم يا البدر والجلال يا الفتح يا المجملة يا المنتدى يا لصوصر الجار يا قل قاهر يا قد الرقائق يا قد الشاقد رفرف من الشاقد العرس يا الله قنا بالله يا قد الحسنة يا عون نبت تقييم وجوائد يا لبتلاء يا لجد شدية ملماتية يا فقراء يا صوفية يا مباد يا سواجر تل الماء يا عقرى يا غمناء يا قراء يا خباب يا جناء يا مقدس يا شمراء يا ورثة الظالمين منكم والمقدسين بمسجد الخيرات أيها الأرواح الطاهرات الجنب والمشادة كونوا عونا لنا في نجاح طلبات كونوا عونا لنا في نجاح طلبات وتيس المردات ونعد الغاشمات وضع من الرغد وشد من الرفاق وضع ديون وتحيق ذنون ويسنة القجر بالقجاهب وقجر وفاد ونقف قجر القروب بكفران الذنوب عباد الله عباد الله أغسنا في نور الوالي
شفيع الخلق عند الله عباد الله عباد الله أغثنا لأجل الله وكلوا الذي أردت في عنصر أحكامك ووجهك الذي يعطو فريقا بين حلالك وحرامك ونتبدأ للتمرد لسجى سيبا حتى على لساني وعند شدادك مهد الأمعلم واجعل من دلهم دجم أيادي ويدن لك بامتسال أوامر نيادي واجعل نور الشعاب دم رشد القيامة واصل مرسو بلاة المقامة اللهم سهل بي على الكرب سياقي ذات من رخيل وولى خاطركم من التراقي وذا جل ملك الموت لقبضي من قجب غيوب وقيل من راق ولدفت ساق بساق إلى ربك إن ساق وصرت الأمل قلا إذا في الأناق اللهم لا تقول يدا إلى الأناق كفة إليك وتم تلاقي صلبة عليك رجعت وساجدة بين يديك ولا تقيد بعقل جحيم أقدم وسجليك وبرد مناشرها ما سجد قوم يضع في ملديك ولا تسمى أسماء أدرتها بحلمة تلاوة كتابك الكريم ولا تدمج بالماء أعمى ينحدى في ظلم لجاح أدبك الأليم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سفي بابا أرباب ذنوب وعلى آل وأصحاب أتباع القلوب وعلى أمة الذين كسبت كل مغصوب وأن الله لما بما بدنا فقد سحرية ما دغطرت المجالس بعرفي أخبار أهجر الشاكر المشكية آمين اللهم آمين سبحان ربك العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج عن المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الأليم وأنت نعم وليس نرجو سواك فاضرب إلهي ترى قبل الغنى والهلاك يا أم دنيا ودين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين نسأل ولي العدل كي نستقيم على هداك القويم ولا نطيع لعين يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ذاك الواسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين نظرا تزل العداء أنا وتدني المنى بنا وكل الأنا نطاق في كل إن أسأل بجه الجدود وليقيم الهدود فينا ويغفي الحسود ويدفع الظالمين ينزل للمنكران يقيم للصلوات يمر بالصالحات للصالحين يزيغ كل الحرام يبهر كل الضوان يقتل بين الأنام يؤمن الخائفين رب اسكنا وثوابنا في مبرم دوام
يدوم في كل عام على ممر السنين. ربي الشاكرين وتوفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السامقين. ربي الشاكرين وتوفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السامقين. ربينا الشاكرين وتوفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين. بجاهي طه رسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل رسول رب استجب لي امين. خلقك ربي تزيل وكل فعلك جميل وفيك املنا طويل فانجد على الطامعين. يا ربي ذوق الخلاق من فعل ما لا يطاق فامنن بفك الغلاق لمن بذنبه رهين. واغفر لي كل ذنوب واستر لي كل العيوب واكشف لي كل الكروب ففي أذى المدينين. واغفر لي كل ذنوب واستر لي كل العيوب واكشف لي كل الكروب ففي أذى المدينين. واهتم بأحسن ختام إذا دنا الإنصرام وحنا إن الإمام وزاد رصح الجبين. ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصام والتامعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا وكسنا ثوب الرضا نال ما قول الإخوان واهدم بها حسنا لنا واغشلنا من الإدراك ولنا كنز له في البرايا خير شان كلمة أنوارها أبدت آل الإيمان. لا إله إلا الله أروى تلك البلدان نشرها قد فاح في كل دين وزمان سيرها يكسو البهاء والعطايا والرضوان قد يرى من قالها بين أولد والغلمان.
فلغدا يذكروها فزما بين الأكران يا لها من كلمة أشرقت من الأكوان قد ودت مشهورة بين إنس ثم الجان وغدا تذكرها إذا كل الإحسان ربنا فعل بها يا عليم يا منان وبها دم ومرانا وبلا إدراج الأكبر ومرانا بها أحسن البسطى فظلت زمانا فيه من أكل ديدا وعلى أزواجه وعلى أهل الأعيان وعلى أزهاره أهل الغد والإرفان فبدا بدر الجهد فسان شرار الأهل وغدا في رئيات الصلاة والسجود خيرية خيرية أشيل أهل القدر إلا كلية كلية أشيل أهل القدر إلا خيرية خيرية شيخنا محمد إسماء كلية كلية شيخنا محمد إسماء خيرية خيرية كلية كلية شيخنا أمن أسراري لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله رسول الله لا إله إلا الله ولي الله لا إله إلا الله رسول الله لا إله إلا الله ولي الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين وجزنا رواك من ذكر أسماؤهم وأصولهم وفروعهم سيؤلي ليلنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد من الأول والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد من النبي والمرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد من الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل وسلم وبلغ وتي وتقبل توبة مقران من القرآن العظيم وما لنا وما سبحنا وما كبرنا وما استغفرنا وما صلينا وما سلمنا وما سلمنا على نبيك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما تبسلناه من قراءة من نبي سلطان الأولياء سيدنا عبد القادر الجيلاني بهات المسجد المبارك هدية واصلة ورمة نازلة وبركة ساملة وصدقة متقبلة نقدم ذلك ونديه إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وسخينا وقرة أجلنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح أصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلى الله وسلم عليه وعليهم أجمعين وإلى أرواح آلكم الأصحاب منكم والتابعين والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح أئمة المجتهدين والمقلدين الكتين والعلماء الراشدين والقراء والهاشمين وأئمة المبصرين وسائر شهادات شكميات محقين أينما كانوا وشهدين وشهد وشهدين والأولياء كوني أجمعين ثم إلى رواحك ما شيخين قادة رياض وانا سنبت وجمع أهلية ربانية وسن يحضر سلطان الأولياء شهد ترقادر سيلاني وما سيه وأهل سلسلته وبيته ومريده وتابه ومحبه ومتنقه أجمعين وأصوله وفروهم ثم إلى رواحك شهادات وحبابين على بيين والأصول وفروهم ثم إلى روح الشائر الأولياء التسعة ومن حولهم وأقباد وأكبر والمجاد وهم وأصول وفروهم وخصوصا سيدنا شيخ محمد عثمان الحاقي وسيدنا أحمد الأصغر بن عثمان الحاقي وما سيه وأهل سجنته وبيته ومريد التابعين ومحب ومتقد وأصول وفروهم وإلى حاضرين ما هم أجمعين ثم لروح آبائنا وأمهاتنا ومساجدنا وأهلنا وإخواننا وجيراننا وطلابنا وجماعتنا وجميع من أحسن إلينا وساء علينا ولمن حقنا علينا وأوسن واستوسن وكل تنتك بدعاء الخير ثم لروح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأبرار في جميع الجهاد اجعل أوصيل اللهم توفى ذلك منا إليهم واجعله نورا يطلعون بين أيديهم اللهم اجعله فداء لنا ولهم من النار وامتنا قولنا ولهم من النار
وقفين كان لنا وله من النار وبرأت لنا وله من النار ونجت لنا وله من النار وأمن لنا وله من النار وستر لنا وله من النار وإجاب لنا وله من النار وسراء لنا وله من النار اللهم اغفر لهم ورحمهم وعافهم وعفنهم وكرم نسلم وجنب خالهم وقف بنا من عذاب النار حتى تبعهم آمنين إلى جنتك مع الذين أنعمت من نبيين والشديقين والشهداء والصالحين وحسن أولى رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم حسبنا الله لديننا حسبنا لما همنا حسبنا لمن بغى علينا حسبنا الله حسبنا لما حاشتنا حسبنا لمن قاتنا بشو حسبنا الله عند الموت حسبنا عند المصلاة في القبر حسبنا الله عند الحساب حسبنا عند الميزان حسبنا عند الصراط حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وإليه أنبنا اللهم بعلمك اهتدينا وبنورك اهتدينا وبلطفك ارتجينا وبفنك استغنينا وبك فنك ارتجينا وبك أسفنا وأمسينا ذنوبنا بين يديك نستغفرك ونتوب إليك يا حنان يا منان نسألك من فضلك الأمن الأمن من سبل الإيمان أعمى عمان دوغانا اللهم برحمتك عمنا واغفنا سر ما همنا واسق مرضنا واغفر مشاتنا وارحم موتانا واستجب دعانا وعلى حبك جميع توفنا وفي صفات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تقدمنا وانت راضين عنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة البرور ومتنا نطرا لوجهك الكريم يا عزيز يا رب العالمين وصلى الله وسلم سبحانك جميع ما يسيكون وسلم الحمد لله رب العالمين بسر ونور الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أروم رحمة الله وبركاته إياك نعبد شهد الذين صلوا على النبي محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فتنزل عرس ضربا واستبشارا واستاد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة دليلا وتمجيدا واستغفارا الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواع من فضله وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما استدى بها طلق بإذن رب خلق وضع الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حمدا كأنه البدر في تمامه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله صلوا على النبي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب
صلوات الله عليك. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات سرور قد تجدد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. اضربوا يا ذا المثاني فهذا رمي نوارا، فاستهزئوا بجمالي فوق في الخسر تفرا. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. ولنا البشرى بسادي مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع أنفار المؤمن. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. قل يا ربي كل حمد جل أن يسر عنوان إذ حبانا بالوجود المصطفى صلوات الله عليك. طلع البدر علينا بسرية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله ثانية الوداع وجاء
والأيدي مرحبا 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 جد الحسين مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا يا الله ربي واغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله والصلاة الله تغشى يا الله أشرف الرسل محمد يا الله ربي واغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله والسلام المستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جعل الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويرجو رحمته ورعفته اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه سلك على منهج القويم اجعلنا من خيار أمتي بصرنا بذيل حرمتي بصرنا غدا في سمرتي واستمع ألسنتنا في مدح ونصرتي بين متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا على سنتي وجماعتي اللهم دخلنا معه جنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يستغفر به الخلائق فترحمها اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك عملا أنه قد راسنا اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء توبة ذنوبه وستر برداء مغفرة عيوبه اللهم إنه كان معنا في سنة الماضية
إهوان معهم القضاء عن الوصول إلى مصرها ولا تهرفا من سواب هذه ساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا شرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى سنة على من مرضهون. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وهينا بطاعتك مسكونين. وإذا توفيتنا وتوفنا غير مهتونين ولا مهضولين واهتم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اغفر الشر الظالمين تجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا رسولا كريما لنا شفيعا ارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اشفعنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة لا نضمن بعدها أبدا وانصرنا تهلوائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمنا وذوي الحقوق علينا لمن أجر هذا خير في هذه الساعة لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات للأحياء منه والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخاطئات يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.